أهلاكم جميعا بكل خير، نحييكم أجمل وأطيب تحية من أرضية ميدان الوثبة عاصمة الميادين. يشهد انطلاق هذا اليوم سن اللقاية الأبكار، شوطنا الأول للمهجنات الأصايل 5 كيلومتر مسافتنا والمعتاد المقرر لهذا السن. نذهب مباشرة مع هذا الشوط الأول للقاية المهجنات الأصايل. مقدمة الشوط مباشرة اللي في المركز الأول من تعلن حضورها في مقدمة هذا الشوط. يا السلام، أرى اللهيم، هناك مهجة سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي من يقدم لنا مهجة مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. ثاني المراكز اللي في المركز الثاني مشاهدينا الكرام، من تاتي في هذه اللحظات فرحة، عبد الله بن محمد بن مسلم المحرمي من يقدم لنا فرحة. المركز الثالث هناك مشاهدينا الكرام، من تتدخل الغزيلة، مسعود بن مبارك بن سعيد المنصوري من يقدم لنا الغزيلة مع المركز الثالث. اللي في المركز الرابع هنا اللي هي السليمانية، نصيب بن حمد بن عصان المنصوري من يقدم لنا السليمانية مع المركز الرابع. خامس المراكز اللي في المركز الخامس، وصولا تقدما من مرموقة، هادف بن حمد بن عفصان المنصوري من يقدم لنا مرموقة مع المركز الخامس. وتغير من مركز إلى مركز وعينها للناموس يا أبو حمد. المركز السادس الواصلة مشاهدين الكرام، هناك تقدم ووصول من تكريم، وصل التركيب تكريم تركي بن سيف بن محمد الغنامي هنا مشاهدينا الكرام من يقدم لنا تكريم. وتغير في هذه اللحظات مباشرة إلى المركز الخامس أو سادس المراكز، الوصول والتقدم الممتاز في هذه اللحظات. من تاتي منصورة، عبد الله بن سهيل بن سالم الخيلي من يقدم لنا هذا الاسم. لمن يترى الناموس في هذا الصباح؟ لمن يترى الناموس في هذا الصباح؟ الكل باحث عن انتصار وناموس، القدوم الجديد والوصول في هذه اللحظات من الحذرة. راشد بن خليفة بالمر النيادي من يقدم لنا الحذرة وتقدم ممتاز من شعار رجل المفاجآت من يقدم هذا الاسم والشعار. هناك اللي هي مزعله مبارك بن محمد بن نصرة العامري، هناك الوصول والتقدم الممتاز في هذه اللحظات. من تاتي مشاهدينا الكرام، تتقدم محراق أحمد بن حمد بن سعيد المنصوري. هكذا النتيجة، هكذا النتيجة، لمن يترى الناموس، لمن الفوز والابداع والانتصار. نوف محمد بن سالم بن بريك الفهيد المري من يقدم لنا نوف. هكذا نتيجة الشوط، ونعود إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى الصدارة. يا سلام، اللي في المقدمة من تسيطر مع البداية، مهجة مهجة سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي الجري من يتابع الانطلاق والمسار مع الصدارة والمقدمة مع المركز الأول مسيطر. بو أحمد بو سيف من يتقدم الجميع في مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني هنا اللي هي مرموقة، مرموقة تعود الملكية، هادف بن حمد بن عصان المنصوري من يقدم لنا مرموقة مع المركز الثاني. المركز الثاني، المركز الثالث اللي غيرت في هذه اللحظات. يا سلام، منصورة، منصورة تعود الملكية لعبد الله بن سهيل بن سالم الخيلي. ولكن من اللي وصل؟ من اللي تقدم؟ وصلكم بالدليوي. يا سلام، غازية سعيد بن سهيل بالدليوي الاكتبي، دكتور الأصايل من يتابع الانطلاق ويرافق الشعار. تغير مباشرة هنا غازه الى المقدمه والصداره. الوصول والقدوم في هذه اللحظات شهنيه، نصيب بن حمد بن عفصان المنصوري، ولكن قادمه الفائزه محمد بن حمد بن فطيس المري. وصلكم الشاعر بو حمد من يقدم هذا الاسم. القادم احلى، وصلت هنا هبه، هبه يا هبه، النشمي بن حمد بن متعب العامري، ما يبنى لطاري الا في هذه اللحظات. هنا قصوى، قصوى صغير بن علي بن دري المنصوري. يا هي شعارات، يا هي سامي، هناك الكل تقدم، الكل انطلق. الشوط الأول للمهجنات مليء بالأسامي، مليء بالشعارات، ولكن وين البداية؟ وين معك يا دكتور الأصايل يا أبو سلطان من يقدم لنا غازية مع البداية؟ سعيد بن سهيل بدلي والاكتبي مع مقدمة الشوط، مع المركز الأول. المركز الثاني، يا سلام، الخزنة، عبد الله بن سالم بن سهيل المهري. وصلكم، وصلتكم الخزنة. تغير من مركز إلى مركز،
المركز لمن يتهر الناموس. مثلث ذهبي تشكل هنا الفوز والانتصار، الكل بحث عن نقطة ذهبية في هذا الصباح. من الجانب الآخر هناك مشاهدين الكرام، هناك شعار أبو حمد، شعار بن فطيس، يا سلام، الكل قادم، الكل تقدم، حان موعد إطلاق العنان. من أجل الناموس في الوثبة طعمه غير، يا سلام، ولكن المهري مع مقدمة الشوط مع المركز الأول عبد الله بن سالم بن سهيل المهري في مقدمة الشوط، من يقدم لنا في هذا الانطلاق الخزنة. ولكن هنا قادمة قصوى، الصير بن علي بن دري المنصوري من الجانب الأيمن مع المركز الثالث، هناك أيضا الخيلي يتقدم ويغير من مركز إلى مركز، سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي من يتقدم في هذه اللحظات. أسامي مشاهدينا الكرام، الكل انطلق، الكل تقدم، يسلم، يا سلام يا سلام. أرى مشاهدينا الكرام النداء، نداء، نداء، ما يبنى لها نداء إلا في الموقع المطلوب. محمد بن حمود بن علي البلوشي من يقدم لنداء، يا سلام يا نداء، نداء ما يبنى لها طاري إلا مع الأمتار الأخيرة. أهل السلطنة بالفعل يبي يغادرون بالناموس في هذا الصباح، ولكن يا سلام القادمة بلشة بتبلشنا، بلشة بلشة مع المركز الثاني، تعود الملكية حمد بن سالم بن علي الفيدة المري، ولكن نداء، نداء وبلشة، بلشة نداء، نداء الأقرب، بلشة بلشة أبلشتنا، بلشة 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 مع مقدمة الشوط، غيرت الناموس، انتزعت الصدارة. حمد بن سالم بن علي الفيدة المري، أشكرك واسعد الله صباحك على هذا الفوز والإبداع والانتصار. المركز الثاني نداء من أتت، تعود الملكية. مشاهدي الكرام محمد بن حمود البلوشي المركز الثالث، من وصلت مشاهدينا الكرام في ثالث المراكز صوغه سعيد بن مبخوت بن عضيلي العامري، المركز الرابع كان من نصيبه مشاهدينا الكرام الخزنه عبد الله بن سالم بن سهيل المهري، خامس المراكز اتت اللي هي هبه النشمي بن حمد بن متعب العامري. هكذا مشاهدينا الكرام نذهب مباشره الى التوقيت الزمني، واثناء وصول بلشه مع الامتار الاخيره حمد بن سالم بن علي الفيد المري ما يبنى له طاري إلا مع الأمتار الأخيرة، ونالت شرف الناموس، قطعت المسافة في زمن وقدر 7 دقائق مشاهدينا الكرام، 40 ثانية 5 من الأجزاء. تهانينا والناموس، وتسجل التوقيت الأفضل، التوقيت الممتاز، سلام الفيد، السلام على التوقيت الأفضل. من أتت ندى مع المركز الثاني 7 دقائق 41 ثانية 3 من الأجزاء. تهانينا والناموس لمالك محمد بن حمود بن علي البلوشي، وأسعد الله صباحك يا أبو حمود على الإبداع في هذا الصباح. ثالث المراكز 7 دقائق 42 ثانية جزء 1 من الثانية، من أتت مع المركز الثالث وأهدت الناموس صوغة سعيد بن مبخوت بالعضيل العامري، أيضا ما يبنى له طاري إلا مع الأمتار الأخيرة. تهانينا والناموس لجميع الفائزين في جميع الأشواط.